احنا بحكم هذه الاعمال الكثيره اللي قدمتيها كما قلنا للمسرح، قدمتي افلام تلفزيونيه وسينمائيه سلسلات، راح نكرمك من خلال هذا الحلقه. وبدايه مفاجاتنا لهذا السهره، درع تكريمي هو مقدم من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، حب يشارك معنا في هذه الحلقه التكريميه من خلال هذا الدرع، هو خاص للسيده فاتحه سلطان. شكرا. درع تكريمي راح نقدمه لك، واش تقدري تقولي لنا وانت تكرمين هذا المساء؟ نذكر انه هذا الدرع مقدم من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره. ما اجمل ان يكرم الفنان هو على قيد الحياه. على انا اشكر من قلبي كل من ساهم من بعيد ومن قريب لتكريمي. وكذلك نذكر انه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره يقدم لك هذا الدرع التكريمي.